اكتر ناس محظوظه تشوفهم في حياتك. البنت دي اتجمدت لمده يوم كامل وبعدها رجعت للحياه. في سنه 1980 فتاه اسمها جين كانت ماشيه في اثناء عاصفه جليديه، درجه الحراره وقتها وصلت لسالب 28 والعربيه للاسف بتاعتها غرزت في التلج. جين طلعت بره العربيه عشان توصل لبيت واحد صاحبها كان ساكن قريب. اثناء ما هي ماشيه وبتعاني من البرد اتعثرت في صخره ووقعت على وشها. قامت وحاولت انها تكمل زحف على ايديها ورجليها عشان توصل لعتبه الباب، ولكنها كانت تجمدت بشكل كامل. في اللحظه انت ممكن تقول ان هي خلاص توفت، ولكن بعد 6 ساعات كامله وهي متجمده صاحبها طلع بره البيت بالصدفه ولقى حاجه مرميه على الارض، ولما جاي يبص لقى انها صاحبته جين وقد تجمدت تماما، ولكنه لاحظ ان في هواء بيخرج من مناخيرها، فبسرعه نقلها بالاسعاف على المستشفى، والدكاتره كانوا محتارين يعملوا معاها ايه. البنت حرفيا جسمها عباره عن كتله جري زي الفرخه، وحتى المحاليل او الابر ما كانوش عارفين يشكوا بيها دراعها لان جسمها كان متجمد فالابر ما كانتش بتخش فيه. الحل الوحيد اللي هم لقوا ان هم ممكن يعملوه ان هم جابوا ابره بتاعه الميه السخنه وحطوها على كل حته في جسمها. جسمها بدا يفك من التجمد وبعدها بشويه رجعت للحياه تاني. الحاله حتى الان الطب ما كانش قادر ان هو يفسرها، ولكن اللي الاطباء توصلوا له ان هي حاله ممكن تكون اسمها هايبوثيرميا، ودي بتخلي تدفق الدم في الجسم بيكون بطيء جدا فبيستهلك اكسجين اقل، وده ممكن يكون ساعدها انها تنجو من الحاله اللي كانت فيها.